فصل جديد في مسار محاولات إحياء العملية التفاوضية في اليمن. المبعوث الأممي مارتن جريفيث يواصل لقاءاته المكثفة في صنعاء مع قيادات أنصار الله والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ. خلال لقائه بالوفد التفاوضي في صنعاء أكد جريفيث أنه ما زال مؤمنا بإمكانية استمرار العمل للوصول إلى تسوية وبناء الثقة، فيما أكد أعضاء الوفد انفتاحهم على المشاورات وأهمية الحوار السياسي لحل الأزمة. كان اللقاء إيجابي وطرقت المواضيع السابقة التي هي متعلقة بالجانب الإنساني فيما يتعلق في فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وكذلك فيما يتعلق بتدفق المساعدات الإنسانية وتسهيلها، كذلك فيما يتعلق برواتب الموظفين وتبادل الأسرى. وفي ظل تعقيدات الأزمة اليمنية وما يعانيه ملايين اليمنيين، وصف رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند الأوضاع الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ على مستوى العالم، وأكد لدى وصوله صنعاء أن الوضع في الحديدة صعب جدا وأن القتال فيها سيؤدي إلى نتائج كارثية. اليمن الآن هي الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم. على كافة دول العالم أن يعرفوا بحجم هذه المعاناة وما يجري في هذا البلد. نعلم أن الوضع في الحديدة الآن هو وضع صعب جدا، وأن الأمر يرتبط بمعاناة كبيرة جدا تؤدي إلى نتائج كارثية. خلال زيارتي هذه لليمن سأحاول الوصول إلى أقرب منطقة في الحديدة أتمكن من الوصول إليها. ومع استمرار القتال والقصف الجوي على محافظة الحديدة تزداد موجة نزوح لآلاف المدنيين الذين تركوا منازلهم بحثا عن الأمن.